نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى ديننا فهما صحيحا وتطبيقا صحيحا، وإلا لو كنا نحن هكذا نفهم الإسلام فهما صحيحا ونطبقه تطبيقا صحيحا لاستطعنا أن ننصر فردا، ليس فقط جماعة وليس فقط أمة، لكن الذي لا يستطيع أن ينصر فردا هل يستطيع أن ينصر جمعا؟ هل يستطيع أن ينصر جماعة؟ هل يستطيع أن ينصر أمة؟ كلا ثم كلا ثم كلا. إذن ما هو العلاج؟ نحن نقول دائما العلاج إن تنصر الله ينصركم، لا نأتي بشيء جديد، نتجاوب مع العواطف الجامحة التي لا حدود لها، انصر الله ينصر ويثبت أقدامكم، إلا تنصروه فهو لا ينصركم أبدا. هذه سنة الله عز وجل في خلقه في عباد المؤمنين، ولن تجد لسنة الله تبديلا.